اهلا وسهلا بكم احبائي المشاهدين والمشاهدات وحلقه جديده من برنامج قيم كتابيه منسيه حلقه اليوم هنناقش فيها عن موضوع يمكن يكون مش مالوف لكتير من الناس ولكنه من اهم المواضيع اللي لازم ناخد بالنا منها وهو اداب تناول الطعام في الكتاب المقدس ازاي نتصرف لو حد دعانا لتناول الطعام وازاي نجعل وقت تناول الطعام وقت ممتع ولذيذ كمان اهلا بيك اسس وجدي معانا اهلا مريم شرفتنا شكرا ليك حبيبتي اسيس عايزين نعرف الكتاب المقدس بيقول لنا ايه عن تناول الطعام يعني احنا عاده بنسمع بنسمع عظات عن م -م. المحبه الخلاص الايمان بس عمرنا ما بنسمع عن اداب الطعام مثلا فالكتاب المقدس بيقول لنا ايه عن الموضوع ده شوفي لما نقرا بين السطور هتلاقي ان الحاجات دي مخفيه شويه كده الكتاب المقدس بيتكلم مثلا عن موضوع معين لكن لو دققنا قوي في الكلام زي كده الغواص اللي بيدخل ويجيب جوهرة كده مخفية تحت في أعماق البحار فلو قعدنا شفنا الكتاب المقدس بنلاقي لا ده بيدينا قيمة حلوة كتيرة قوي 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 إزاي نتصرف لو دعينا في بيت أحد عشان نتناول طعام تعالي ناخد بعض كده الحاجات أوكي. اللي الكتاب بيقول آه. عليها يمكن بعض الحاجات ذكرناها مم. في حلقه الضيافه اه اداب الزياره اه اداب الزياره والضيافه ازاي تكون موجوده لكن هناخدها من وجهه نظر تانية دلوقتي مم. مثلا ان مم. ما ينفعش ان انا اروح لبيت حد من غير دعوه حيح. حتى السيد المسيح نفسه مم. ما كانش بيروح بيوت او لوليمه الا اذا دعي اليها صحيح مثلا لو قرينا هنا في انجيل يوحنا 2 وعدد 1 و2 عن عرس قانا الجليل بيقول الكتاب ايه؟ وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل وكانت ام يسوع هناك ودعي ايضا يسوع وتلاميذه الى العرس. ايه اللي خلى الرب يسوع يروح العرس؟ انه دعي حد قال له تعالى انت ومين؟ وتلاميذك طب لو ما دعوش التلاميذ كان هيروح لوحده كان هيروح لوحده صحيح. طيب ليه؟ ليه؟, ليه 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 لازم دعوه ماشي احنا في المجتمع الشرقي حلوين كده وعندنا الكرم وعندنا آه محبه الضيوف مم. عندنا الخصله الجميله دي ولكن في نفس الوقت ده ما يخليناش ان احنا ما نقدرش ظروف الاخرين مم. ما نقدرش ظروف الاخرين، ما يمكن هم مش عايزين يدعوني، افرض نفسي ليه على ناس مش عايزاني؟ صح في كل مره اتعزم فيها السيد المسيح ما راحش ولا مره الا لما كان فيه دعوة دعوة، ما كانش بيفرض نفسه على العالم، كانت الناس هي اللي بترحب بيه وبتقول اهلا وسهلا. طب يا أسيس هل الشرط ده ان شرط الدعوة م. كمان يطبق على العائلة القريبة من بعض زي مثلا الأخت، الأخ، العم، الخال؟ هقول في المواقف اللي زي كده بتيجي على حسب الظروف نفسها خلاص يعني مثلا انا ما ادعيش عشان فرح يخص اخويا لان يعني المفروض اكون هناك بس في الطعام اه في الطعام اه ليه؟ لان مثلا افترض ان ما فيش طعام كتير او مش مهيئين انهم يستقبلوا حد حتى لو كان الاخ لكن كل بيت ليه حرمته ومن المفيد جدا جدا ان احنا يكون في تنسيق مم. انا عارف ان احنا بنحب اللمه وبنحب كده نعاشر بعض ما عندناش الحساسيات والبروتوكولات اللي بيعملوها في الغرب مم. ولكن من المفيد ومن المهم حتى بين القريبين وبعضهم ان يكون في نوع من الاحترام ونوع من التقدير على الاقل نقول لهم انتم مستعدين ان احنا نيجي ولا نيجي في وقت تاني مم. حتى مم. لو كان اخويا او اختي ايه اللي هيضرني في كده مم. طيب ايه حاجات تانية او عادات تانية نقدر بتعلمها. زي ما قلنا ان في الايه اللي قريناها عن السيد المسيح انه دعيه هو وتلاميذه يعني قالوا له تعالى وهات معاك تلاميذك لو ما كانش دع لو ما كانوش قالوا له هات تلاميذك معاك كان هيروح لو كانش لوحده. كان هيروح لوحده أوه. احيانا كتير احنا بنعزم الاخرين على حاجه غيرنا يوم ماشي الاقي واحد يقول ايه تعالى انا عازمك تعالى انا مش عارف ايه وروح يوديه عند خاله <applause> روح مودي عند عمه <applause> انت بتعزم غيرك على مال غيرك يعني مش معقول مش معقول فكده احراج للناس اللي ممكن نروح عندهم <applause> وده ممكن يكون الشخص اللي احنا واخدينه مش مرغوب فيه طب على ايه لازم يكون برضو في لياقه وفي لباقه وفي ذوق في المعامله تمام <applause> لو اتكلمنا عن حاجه ثالثه بنلاقي ان في الاوضاع اللي كتب فيها الكتاب المقدس بيذكر نقطة يمكن ما حدش كتير بيتكلم عنها. ترتيب الجلوس. ترتيب الجلوس. فمثلا هنا هقرا لك عن معجزة إشباع الخمس آلاف نفس. لما جه السيد المسيح يعمل المعجزة دي ويشبع آلاف رجل، بيقول الكتاب فقال لتلاميذه اتقوهم فرقا خمسين خمسين ففعلوا هكذا واتقوا الجميع. ولو اتكلمنا عن يوسف يوسف لما اخواته زاروه ايضا في مصر بيقول الكتاب ان هو لما عزمهم في القصر بتاعه جلسهم امامه بحسب بكريتهم يعني من الكبير الصغير. للصغير م. ليه الحكايه دي لان هنا صاحب البيت هو اللي بيحدد مين الشخص يقعد فين م. احنا مازال عندنا برضو نفس النقطه دي تخلي الشخصيه المهمه تقعد الاول تقعد الاول وتقعد قريبه من صاحب البيت. البيت ففي نظام معين بيحب صاحب البيت ان هو يعمله للضيوف بتاعته مش المفروض أنا أقتحم زي ما قلنا في حلقة قبل كده إن صاحب البيت هو ملك البيت حتى في اللغة بتاعتنا بنقول رب البيت صحيح. يعني إيه رب البيت ماشي يعني لو ترجمناها حرفيا إن هو إله البيت مم. طبعا بالمعنى المجازي مفيش إلا إله واحد مم. ولكن بالمعنى المجازي بنقول إنه هو السيد في هذا البيت طب قسيس ايه أهمية ان صاحب البيت هو اللي يقعدك او يقعد الضيف؟ ليها حكمة ظريفة إن مثلا صاحب البيت بيبقى عارف الأشياء اللي موجودة عنده في أماكن معينة بتكشف البيت من الداخل بتبقى بتسبب إحراج مثلا لو قعدت في زاوية معينة هتكشف الجيران من زاوية تانية لو قعدت في مكان معين ممكن المكان اللي هتقعد عليه ما يكونش مظبوط ما يكونش كويس فيسبب إحراج ليه ويسبب إحراج للغير فمن المفيد ومن الذوق كمان إن إحنا نعمل كده زي ما السيد المسيح وصى تلاميذه قعدوهم خمسين خمسين فرق فرق وزي ما يوسف قعد اخواته خلي صاحب الدعوه هو دايما اللي ياخد المبادره دي لو اتكلمنا على حاجه تاني الشكر احنا عاده اول ما بنشوف الاكل يا مريم في هجوم بيحصل والهجوم ده بننسى حاجه مهمه جدا 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 إن احنا نشكر اللي ادانا كل البركات اللي احنا بناكلها. نشكر ربنا طبعًا. طبعًا طبعًا طبعًا. أولًا أول ما بنشوف كده الأكل في ناس بتصلي بعد الأكل مش قبل. <applause> الحمد لله يا رب اشمعنا. <applause> ماشي؟ ما بتعرفش أو أول ما تشوف الأكل ترشم صليب وتخلص. إيه رشمة الصليب؟ يعني ده عمل إيه؟ هو ربنا فرحان بالإشارة اللي احنا بنعملها؟ لأ. لازم نتكلم طبعًا. لازم نشكر. ربنا. لازم نشكر. نشكر ربنا وعندنا مثالين في الكتاب المقدس هناخد اثنين بس ده الكتاب مليان يعني المثل الاولاني يعني عن السيد المسيح نفسه لكل كل فاكثر من معجزه عملها السيد المسيح زي اشباع ال 5000 او ال 4000 رجل بنلاقي انه اول ما عمل المعجزه يقول الكتاب مثلا فاخذ الارغفه الخمسه والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وباركهن ثم قصر وأعطى التلاميذ ليقدموا للجمع. م. خد الخبز وعمل إيه في الأول؟ شكر شكر،, شكر. بارك صلى بارك، يعني صلى ماشي، وبعد ما صلى رفع عينه للسماء وبارك وبعد كده المعجزة حصلت اتفضلوا كلوا بقى. م. وده بيورينا إزاي إن إحنا الأول نشكر المعطي. م. نشكر المعطي السماوي أبونا الذي يعطينا كل شيء بسخاء ولا يعير أحد لكن احيانا كتيرة قوي ساعة البطون تتوه العقول خلاص تتوه العقول <تطوهل> خالص مفيش مفيش ودي نقطه بتعبر عن جحود الانسان وطبعاً لكن فضل. يعني يسوع ما ما كانش ان هو ملزم ان هو يعمل كده لانه هو اله يعني بس هو عمل كل حاجه علشان احنا نعمل زيه علشان يعلمنا تاكيد ده المثال الحي لينا ازاي نقدم الشكر للرب في كل حين ونقول له يا رب نشكرك لأنك أنت اللي أخرجت الخبز من الأرض أنت اللي نزلت المطر اللي خلت فيه زرع وفيه نبات وفيه أشياء صالحة إحنا بناكلها لو أنت يا رب ما اعتنتش بينا ما كانتش الحاجات دي موجودة عندنا صحيح. فعلى الأقل اعترفنا بالشكر قبل تناول الطعام ده بيخلينا أن إحنا نشكر على حاجات تانية لكن قليل قوي اللي بيعملوا الموضوع ده ونتمنى أن الكل يعملوه في مثل تاني المثل التاني ده عن او القصه التانيه دي عن بولس نفسه. بولس كان في رحله خطره جدا جدا لروما والسفينه كانت معرضه للغرق والناس صامت لمده 14 يوم ولكن في اليوم ال14 جه ملاك من السماء لبولس وطمانوا ان الموضوع ما فيهوش خطر وانه كلكم هتتنقذوا من الموت. فيقول ايه هنا بقى الكتاب في اعمال الرسل 27 35 ولما قال هذا اخذ خبزا وشكر الله امام الجميع وقصر وابتدأ ياكل. ماشي <applause> يعني خلي بالنا الموقف اللي فيه بولس مش موقف عادي ده ناس بتغرق. ناس معرضه للموت وصايمين بقالهم 14 يوم يعني المفروض آه. ياكلوا من غير ما يفكروا ياكلوا <applause> من غير ما يفكروا من غير ما يشوفوا حد قدامهم مم. لكن ازاي ده بولس قبل ما يعمل حاجه زي كده يمسك الخبز يشكر ربنا ويصلي ربنا يقدم الشكر وبعد كده يبتدوا مم. ايه يبتدوا ياكلوا وده اللي المفروض ان احنا نتعلمه طب أسيس لو أنا مثلا معزومة في مكان أو عند أشخاص ما لهمش ما عندهمش نفس الإيمان بتاعي فإزاي أقدر أصلي أو أشكر يعني أعمل إيه في الحالة دي آه الموقف ده بيحصل كتير خصوصا أن في لينا أصحاب في كل الاتجاهات في كل الديانات في كل الأماكن دي فطبعا مش من السهل أن احنا نخلي الكل يصلي آه صحيح. بس على الأقل أنا أقدر أصلي يعني اذا كانت حاجه مش هقدر نخلينا كلنا نصلي في وقت واحد على الاقل انا اغمض عيني وارفع القلب للرب واقول له اشكرك يا رب على انت تدفوني. ما حدش هيعترض ابدا ابدا على وقت الصمت اللي انا بديه لالهي حتى لو من غير كلام لكن ربنا هيكون سامعني. او انا ممكن الاول ادعيهم ان هم يصلوا معايا اذا إزاء. موافقين اوكي لو لا إذا قبلوا بالتأكيد إذا إيمانهم يسمح إذا عقدتهم تسمح بكده أهلاً وسهلاً يبقى شيء كويس ولكن إذا لأ وهيكون في تصادم لأ يبقى خليها حاجة سرية لكن في كلا الحالات لازم أفتكر أشكر الرب في الأول طب قسيس نطلع فاصل مع بعض أعزائنا المشاهدين نطلع فاصل ونرجع لكم تاني أعزائنا المشاهدين رجعنا لكم مرة تاني أسيس أهلا بيك معانا أهلا بيكي. أه, قبل الفاصل اتكلمنا عن بعض من آداب تناول الطعام وواحدة منهم كانت إن احنا طبعا لازم نشكر ربنا قبل ما ناكل بالتأكيد وكمان مش نشكر ربنا وبس <applause> يعني ربنا ده الأول لكن أكيد. مش الأخير م. لازم كمان نشكر الناس اللي دعونا واللي استضافونا ببيتهم بيتهم ومن الجميل قوي قوي ان الانسان يكون عنده روح الشكر مم. الناس دي اللي تعبت الزوج او الاب او رجل البيت اللي دفع الفلوس عشان يعزمنا الزوجه او البنات او الابناء اللي موجودين في البيت اللي تعبوا عشان يجهزولنا ها؟ هذا الطعام اللي احنا بناكله على الاقل على الاقل مم. ان احنا نقول لهم شكرا عاشت ايديكم خلاص متشكرين على تعبكم مم. احيانا كتير يمكن بنروح وبناكل لما مثلا نروح نقابل عادات تانيه من دول تانيه والاكل ما يكونش على مزاجنا قوي مم. والواحد يبقى قاعد محتار يقول ايه؟ ومش <applause> عايز ياكل مم. خلاص بس يا رب اقول ايه؟ لو قلت عاشت ايديكم طب ما انا بكذب انا الاكل مش مم. مش عاجبني مش يعني او مش واخد عليه يمكن يعني هو بالنسبه لهم ده احسن حاجه ليهم مم. كتر خيرهم لكن بالنسبة لي انا مختلف الطعم مختلف الذوق مختلف كل واحد خد على نوعية أكل معينة لحد ما في الآخر اتعلمت كده من ربنا لأ ان على الأقل اشكر على التعب م. ماشي قول بنشكرك يا فلانة إن أنت تعبتي وعملتي كذا وكذا وكذا ربنا يخليكي ويبارك تعبك أنت كده تجنبت خالص موضوع الإيه؟ الإحراج فيه صح. إن يكون فيه هل نتكلم على نوعية الأكل نفسه م. في نفس الوقت الشكر بيخلي الإنسان التعب يقل على صاحب البيت صحيح لما, لما يشوف تقدير طبعا 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 يعني شوفوا إليّة أحيانا شوفوا إيليا مثلا لما راح لامرأة صرفة صيدا كان إيه اللي كانوا عندها؟ ها؟ يا دوبك حتة كعكة كده بسيطة قوي قوي ما تزمرش إلي وقال لها إيه ده؟ ها؟ ده أنا النبي وجاي أقعد عندك وفي الآخر اديني شوية الضيق كلهم. لا قال لها إعملي حتة قليلة. ها؟ مم. فده ما فيش تذمر. أخوة يوسف لما يوسف يوسف وسع أنصبة مضاعفة لبنيامين اداله خمس أضعاف اللي خدوه مم. مع أنه أصغرهم وده خالف العادة المفروض الشخص الكبير أو المهم ياخد أكتر من الآخرين لكن يوسف عكس عشان يشوف هيغيروا من أخوهم ولا لا فيش حد عمل رد فعل سيء هنا ليه؟ لأن المفروض يكون في روح من القبول روح من الشكر الموضوع مش أكل قليل ولا أكل كتير في كلا الحالات هم عملوا افضل ما أفضل عندهم, ما عندهم. صح. يبقى لازم اشكرهم على اللي عملوه صحيح. سواء افضل ما عندهم ده كان قليل ولا كتير مش هي دي القضيه ابدا مش هي دي القضيه يمكن في ايه كمان مريم احب اشارك بيها هنا صحيح. موجوده في سفر الامثال اصحاح 23 1 و2 بيقول ايه اذا جلست تاكل مع متسلط فتأمل ما هو أمامك تأملا وضع سكينا لحنجرتك إن كنت شريها مم. طب أستاذ ممكن توضح لنا أكتر شوية ويعني إيه كلمة متسلط متسلط هنا مش بالمعنى السلبي اللي احنا فاهمينه مم. إن واحد جبار آسي ظالم لا متسلط هنا يعني واحد ذو مركز واحد ليه سلطه عنده سلطه يعني عنده سلطه صحيح خلاص فلو قعدنا مع واحد عنده سلطه سليمان الحكيم والسفر يقول لنا تامل اللي قدامك ايه؟ مش اللي قدامك الاكل لا الشخص م. ها اعتبر الشخص نفسه ما تاخدش راحتك في الكلام ما تاخدش راحتك في الهزار احترم اللي قاعد معاك خلاص ما تخدش راحتك حتى في كمية الأكل بتاكلها كأنك لا لأن ده إنسان ليه قيمة وإنسان ليه مركز هياخد عنك فكرة فلازم أنت تظهر بشكل كويس في كل الأحوال وده عايز يدينا مبدأ عموما مش النفاق ولا إن إحنا نبقى بوشين لا عايز يقول لنا خلي بالك من وضعك إيه وما تسببش لنفسك إحراج ولا تخلي غيرك يحرجك وده اللي المفروض الانسان المؤمن يتبعه انه يكون متامل في اللي قدامه يدي لكل واحد حقه يدي لكل واحد تقديره وبالشكل ده هو يبقى ليه هو الكرامه ويعطي للاخرين ايضا الكرامه طب اسيس ايه كمان حاجات بيقولها لنا الكتاب المقدس عن اداب تناول الطعام في حاجة مهمة قوي الكتاب المقدس بيذكرها إننا لما نروح ونكون معزومين عند حد مش المفروض ان احنا نتفحص الاكل اللي احنا بناكله مم. والا هنسبب احراج لنفسنا واحراج ايضا صحيح. للشخص اللي ضعينا وتعالوا نقرا ايتين في الكتاب المقدس بيتكلموا عن الموضوع ده الايه الاولانيه في كورنثوس الاولى 10 27 وبيقولها الرسول بولس وان كان احد من غير المؤمنين يدعوكم وتريدون ان تذهبوا فكل ما يقدم لكم كل منه غير فاحصين من اجل الضمير دي الآية الأولانية اللي بولس الرسول بيقولها الآية الثانية السيد المسيح قالها في لوقا عشرة ثمانية بيقول للتلاميذ وأية مدينة دخلتموها وقبلوكم فكلوا مما يقدم لكم مم. ماشي مم. يعني ايه أحيانا كتير احنا بنستغرب من الآيات دي يعني ايه كلوا آه غير فاحصين من أجل الضمير يعني قسيس مثلا اتحط على السفره مثلا اكل النجس مثلا او حاجه انا ما باكلهاش او حاجه تضر صحتي ان اكلها وكده وخلاص اه ده سؤال مهم المفروض عليا اكلها يعني؟ لا طبعا مش المفروض وخلاص <applause> احنا معدتنا مش صندوق قمامه يعني نرمي فيها اي حاجه لا طبعا لا بس الايات ليها معاني تانية خالص <applause> لو رجعنا للايه اللي قالها بولس الرسول بيقول ايه؟ بيقول اللي يتقدم ليكم كله غير فاحصين من اجل الضمير ليه؟ <applause> لأنه بولس كان بيتكلم لمجتمع وثني اهل كرونسوس كانوا ناس مسيحيين في مجتمع وثني. فالمجتمعات الوثنيه كانوا متعودين ان هم يقدموا ذبايح ويقدموا اللحوم اللي عندهم والقرابين كمان الخبز والاشياء اللي بتتاكل قبل ما ياكلوها يروحوا قدام الالهه الوثنيه ويقدموها باسم الالهه. فكان يحرم على اليهودي ان هو ياكل من هذه الذبائح او من هذا الطعام اللي قدم لوثن. لكن بالنسبه للمسيحي المسيحي اعلى في الفكر مم. بالنسبه للمسيحي انا انا عارف ان مفيش اله تاني غير الرب اللي انا بعبده التمثال ده مش اله يبقى تقدم له او ما تقدملوش مش هيغير في الامر شيء مم. يبقى ما اقعدش اسال واقول للراجل هو انت اللحمه دي اديتها لاله ولا لا طب العيش والخبز اللي انت عامله ده وديته المعبد الوثني ولا ما وديتلوش بولس بيقول للناس اللي زي كده ما تقعدش تسال الاسئله دي ما تفحص مم. خلاص لان الاكل اللي قدامك متغيرش فمبيكنش فما بيتكلم عن الطاهر والنجس مم. الايه الثانيه اللي قالها السيد المسيح قال لما تدخلوا مدينه كلوا اللي يتقدم ليكم خلاص اي حاجه تتقدم ليكم فكلوها مم. هو اساسا بيكلم مين بيكلم يهود اللي هم التلاميذ اللي رايحين يبشروا اليهود ما كانوش لسه راحوا للامم خلاص فبيقول لهم بكل بساطه ما تقعدش تحرج الناس في ناس كده لما تروح عند حد يقول ايه ده انتوا عاملين ايه النهارده بدنجان انا كان نفسي اكل محشي كرومب ماشي <applause> <applause> انتوا عاملين عدس امال فين بس المشمر والمحمر اللي انتوا قابلين عليه ايه <applause> اللي يحصل لصاحب البيت لما يسمع كلمه زي دي دي احراج طبعا احراج شديد كانه ضيعنا كل التعب صحيح في كلمه واحده <applause> هم تعبوا وجهزوا وانا في الاخر بقول لهم ايه الاكل بتاعكم مش هو اللي انا عايزه لكن اذا بالتاكيد اتقدم اكل مضر او اكل مش مظبوط اعتذر بس باللياقه واقول لهم شكرا واكل برضه بس اكل من الحاجات اللي اقدر ان انا م. اكل منها ويبقى بالشكل ده انا اكرمتهم وما ضرتش صحتي حلو طيب ايه حابين نعرف اكتر <applause> <applause> في برضه حاجه لازم نخلي من بالنا منها قوي م. عدم الاعتذار في اللحظات الاخيره الا للظروف الطارئه أحيانا كتير آه آه يعني إيه أحيانا كتير إحنا بنستهين بدعوة الناس مش عارفين إن وراها جهد وفلوس وتعب اتقدم واهتمام وتعطيل وقت، الناس دي صرفت فلوس، الناس دي عطلت وقتها عشان تستقبلنا، الناس دي تعبت عشان تجهز الطعام اللي إحنا بناكله، وفي الآخر لا أنا هقعد أتفرج على الماتش. لا ما ينفعش ما ينفعش يمكن المثل اللي قاله السيد المسيح عن مثل العرس اللي بعت هو السيد اللي بعت للمدعوين تعالوا اتفضلوا جهزت لكم كل شيء وابتدى يقدموا اعذار، واحد قال أصلنا معلش اشتريت ارض عايز اروح اشوفها، واحد تاني اشتريت بقر عايز اروح امتحنه، واحد تالت أصلنا اتجوزت جديد مش فضيلك خلاص؟ والتلاته قدموا اعذار غريبه قوي صاحب الوليمه السيد زعل اتضايق وقال طب مش هتاكلوا من وليمتي لانكم كنتوا غير مستعدين او غير مستحقين فلازم احنا كمان نتعلم من المثل ده ازاي ان احنا نقدر تعب الناس اللي بتتعب عشاننا اما كانش في حاجه قهريه حاجه طرقه احنا ما كناش مستعدين ليها يبقى لازم المفروض ان احنا نروح الدعوه اللي اتقدمت لينا ده اللي ربنا بيقوله لنا وكمان في حاجه أخيرا خلي بالنا منها لما نروح عند الناس يكون في اعتدال في الأكل مم. ماشي مش اكله ببلاش كل وبحلق عينيك <تلكم> اكله واتحسبت عليك بتقولوها في ايه في ال ها كل وغمض عينيك احنا لا عندنا بحل عينيك افتح عينيك قوي خلاص لا المفروض ياكل من غير وعي كمان خلاص بقى ما هو ببلاش يعني اكله واتحسبت عليه فياكل بلا وعي وما نكونش زي الناس اللي قال عليهم بولس ان الهتهم بطونهم، ما ينفعش إن المؤمن يسيب صورة سيئة عن نفسه <applause> وعن الله اللي بيعبده. صح. شكراً لك يا أسيس، بجد استمتعنا بوجودك معانا وكمان استفدنا كتير. شكراً لك. أعزائنا المشاهدين، دلوقتي هنروح نسمع شعر من صديقنا أشرف، وكمان أحب أذكركم بالبريد الإلكتروني بتاعنا بيظهر على الشاشة، إذا عندكم أي استفسارات أو أي أسئلة تقدروا تبعتوا لنا، تابعونا. عادات وتقاليد في أي بيت. والاكل ليه احترام والاحترام في كل بيت موجود والكل شيء حدود وادب الطعام واجب مطلوب وان تعزمت روح لوحدك ما تجيبش صاحبك ولا حتى اخوك وقبل ما تزور شوف احسن وافضل الظروف والبيوت مليانه مشاكل واسمع السر واعمل نفسك ما سمعتوش ومش في وقت الشده تقول له يا رب نجيني وفي وقت الأكل ما تشكرهوش واشكر صاحب البيت ولو الأكل ما عجبكش ما تكسفهوش واقعد باحترام واستنى الأكل ما تستعجلهوش النظام من ضمن الاحترام وما تقعدش تبص على الأكل وده حلو وده مش مظبوط صاحب البيت هيطق ويموت انظر للمسيح في العرس بحب وفرح كل الناس كلمة شكرا دايما أغلى من الفلوس شكرا للي جمعنا وادانا الفرحه تفرحنا وخير الرب دايما مغرّجنا عادات وتقاليد في كل بيت موجود والكل شيء حدود شكرا ليك صديقنا اشرف نشكركم ايضا اعزائنا المشاهدين نشوفكم في حلقه جديده الرب يبارككم والى اللقاء